نيجي للمورفولوجي، بنقول ان الكامبيلوباكتر ده معناه او بيعني ايه، بيعني حاجه اسمها تويستد بكتيريا، اللي هي نوع من انواع البكتيريا ليها حركه مميزه بنسميها الكورك سكرو تايب موفمنت. شكلها برضو بيبقى مميز، هو كيرفد شيب. تمام، في الاول كنا بنسميها الفيبريا، لكن دلوقتي الكامبيلوباكتر بي اي جي نوت لوحده بعيد خالص عن الفيبريا. الكامبيلوباكتر موجود فين؟ موجود في الريبرودكتيف والاليمنتري تراكت اوف مان اند انيمال. طيب بالنسبه للكالتشر كاركتر، الكامبيلوباكتر ده من البكتيريا اللي بتحتاج نسب معينه من الاكسجين وكمان نسب عاليه من الكربون دايوكسيد. احنا بنصنفه كمايكرو ايروفيليك مايكرو اورجانيزم، بيتراوح من مايكرو ايروفيليك وبيوصل لدرجه الانيروبيك بكتيريا، يعني بيحتاج الى اتموسفير فيه كربون دايوكسيد توصل نسبته من 10 لـ20% كربون دايوكسيد. كمان بيحتاج لنسب قليله من الاكسجين من 5% او اقل من الاكسجين. بينمو على ايه؟ في سيلكتيف كالتشر ميديا بالنسبه للكامبيلوباكتر بنسميها السكاروز ميديا، ودي طبعا بتحتوي على مجموعه من الانتي بيوتكس اللي هي مهمتها تعمل انهيبيشن لاي بكتيريال كونتامينانت اذر ذان كامبيلو. طيب الكورنز اللي بتطلع عليها بيبقى شكلها ايه؟ الكورنز اللي بتطلع عليها بتبقى سمول جرايش كورنز. نيجي بقى للبايو كيميكال رياكشن. الكامبيلوباكتر ده كاتاليز اوكسيديز هيبيوريت هيدروليسيز بوزيتيف، يبقى هو بالنسبه للكيميكال رياكشن كاتاليز اوكسيديز هيبيوريت بوزيتيف. المورفولوجي اوف كامبيلوباكتر هو عباره عن شورت جرام نيجاتيف كيرفيد رودز. الرودز بتبقى كيرفيد، بتشبه بالظبط زي جناح طائر النورس الجال وينج، يبقى كيرفيد رود. بتاخد شكل الجال وينج، جناح طائر النورس، وكمان ليه سنجل بولر فلاجيلا. ادي السنجل بولر فلاجيلا باين في الصوره الابيض واسود، دي صوره بالالكترون ميكروسكوب، والصوره اللي تحت دي عباره عن جرام جرام ستيند. طبعا هو جرام نيجاتيف، باين ان هو جرام نيجاتيف كيرفت رودز. الصورة اللي معانا دي بتبين شكل الكولونز للكامبيلوباكتر على حاجة اسمها السكورز ميديا. زي ما احنا شايفين السكورز ميديا بيبقى لونها شوية زي لون البلاد اجار، شوينج سمول جرايش كولونز. ده لون الكولونز بتاعت الكامبيلو على السكورز ميديا. ده شكل الموفمنت للكامبيلوباكتر اللي بنسميها الكورك سكرو تايب موشن. ايه هي الامبورتنت سبيشيز من الكامبيلوباكتر واللي ليها فيترينري امبورتنس؟ عندنا اول مثال الكامبيلوباكتر فيتوس، بيبقى فيه منه او تحتيه 2 سب سبيشيز. الكامبيلوباكتر فيتوس فار فينيرياليس، طبعا ده من اسمه فار فينيرياليس، يعني ده سيكشوال ترانسميتد ديزيز. ده ادابتد تو، ده بيبقى موجود في البوفاين ريبرودكتيف تراك موجود. الكامبيلوباكتر فيتوس فار فيتوس ده ادابتد تو او بيبقى موجود في الانتستينال تراكت بتاعه الكتل والشيب. ده الكامبيلوباكتر فيتوس. تاني نوع او تاني سبيشيز هو الكامبيلوباكتر كولاي، وده بيعمل انتيروكولايتس في البيج. السبيشيز الثالث الكامبيلوباكتر جيجوناي، وده بيعمل انتيروهيباتايتس في التشيكن وبيعمل انترايتس في الهيومن. ايه هي الديزيز اللي بيعملها الكامبيلوباكتر؟ الكامبيلوباكتر فيتوس فار فينيريالس ده بيعمل البوفاين جينيتال كامبيلوباكتريوزس، يبقى ده سيكشوال ترانسميتد ديزيز بيجي في البوفاين. تمام، الكوزيف ايجنت بتاعه الكامبيلوباكتر فيتوس فار فينيريالس، ده عبارة عن اوبليجيت زي ما قلنا، ده بيبقى موجود في الريبرودكتيف تراكت، اوبليجيت بارازايت of bovine genitalia. It is inapparent، بيبقى unapparent in bull، ويكاد يكون البول هو الريسرفوار. ليه؟ لأن البول بيبقى حامل للميكروب ومن غير ما يظهر عليه أي أعراض. الميكروجانيزم ده بيبقى localized في الإبسينيوم of penis and prepuce، يبقى هو موجود في الإبسينيوم بتاعة البينس والبريبيوس. بيحصل infection للفيميلز من خلال الكويتس أو من خلال artificial insemination. في النون اميون هيرتس، يعني في القطعان اللي ما عندهاش مناعه المرض ده بيحصل. طبعا الفيميل لما بتاخد انفكشن بيحصل لها انفيرتيتي، بتفقد الخصوبه تماما.
الباثوجينيسيس ازاي بتاع المرض ده؟ زي ما قلنا ان الاورجانيزم ده بينتقل للفيميل after coitus او after artificial ما بيحصل artificial insemination، تمام. بيحصل ان الاورجانيزم ده بيحصل له localization، تمام. بيتمركز في الفاجينا او السيرفكس او الفاجينا والسيرفكس، تمام، بيحصل له localization. طيب واثناء بقى الاوفيوليشن during ovulation بيحصل ايه بقى؟ بيروح داخل اليوترس، يبقى هو في الاول بيحصل localization في الفاجينا وفي السيرفكس، during ovulation بيروح بيخترق بقى بيوصل لليوترس والأوفيدكت، تمام. في الوقت ده طبعا بيبقى البروجسترون ريليز، البروجسترون بيبقى عالي. وقت البروجسترون ما يبقى عالي طبعا الاميون سيستم او الاميون ريسبونس بتاع الجسم طبعا في الفيميل بيقل. طيب في بيقل فبيحصل ايه بقى؟ بيحصل اندوميترايتس، فبيحصل التهاب في البطانة الداخلية الخاصة بالرحم في الاندوميتريوم، وكمان انفلاميشن في الفالوبيان تيوبس، تمام. طبعا كل ده وقت اثناء ارتفاع مستوى البروجستيرون، تمام. في خلال بقى من اسابيع لكام شهر الفيميل انيمال بتبقى انفرتايل، بتفقد قدرتها تماما على الفيرتيليتي. نيجي بقى الكامبيلوباكتر فيتوس فار فيتوس، ده برضو بيعمل ابيزوتيك ابورشن في الشيب. الاورجانيزم ازاي بياخد مساره؟ طبعا عن طريق الانجيشن، انجيشن اوف كونتامينيتد ووتر اور كونتامينيتد باستشر اللي هو المرعى اللي بيتغذى عليه الحيوان، ممكن يحصل له كونتامينيشن طبعا بالمايكرو اورجانيزم. فولوينج انتروس، بعد ما يحصل انجيشن بيحصل بكتيريميا، circulation of the bacteria in blood، بعد كده بيحصل لها ان هي بيحصل لها localization، بتستقر في البلاسنتا طبعا ده لو الحيوان pregnant. causing بيحصل placentitis and abortion near the end of gestation، يبقى بيحصل abortion في المراحل الأخيرة من الحمل. الانفكشن اوف يوز، الانفكشن اوف ذا فيميل، لو حصل انفكشن للبريجننت يو في الفيرست هاف، في النصف الاول من الجستيشن، ما بيحصلش doesn't result in abortion، ما بيحصلش abortion، يحصل abortion لو حصل infection في المراحل المتأخرة من الحمل. venereal transmission ده ما بيحصلش منه venereal transmission، venereal transmission يخص النوع الأول اللي هو الكامبيلوباكتر فينيرياليس، لكن الكامبيلوباكتر فيتوس فار فيتوس ده بس بيحصل infection عن طريق الانجيشن of contaminated food and water. ده جدول بيفرق ما بين الأربع أنواع الكامبيلوباكتر واللي ليهم veterinary background. على سبيل المثال أول نوع الفينيرياليس ده بيعمل الفينيريال ديزيز، الهوست بتاعه طبعا بيبقى الكاتل. الكامبيلوباكتر فيتوس بيجي في الكاتل وفي الشيب وبيعمل ايبيزوتيك ابورشن. الكامبيلوباكتر جوجوناي ده بيعمل انفكشن للكاتل والدوج والايفيان سبيشيز والشيب، تمام. الكامبيلوباكتر كولاي بيعمل الكولايتس، خلاص كلهم بيبقوا كاتاليز بوزيتيف، متفقين ان كل الكامبيلوباكتر الانواع دي كاتاليز بوزيتيف. النيتريت ريدكشن تيست كلهم نيجاتيف فيما عدا الكامبيلوباكتر كولاي. ال H2S production كلهم negative ما عدا الكامبيلوباكتر كولاي. الكروس عند 1% جليسرين negative في حالة الفينيرياليس، positive في الأذر سبيشيز. 3.5 صوديوم كلورايد كلهم ما يقدروش ينمو في التركيز ده من الملح. الجروس عند 25 درجة سلزية هنلاقي ان اول نوعين الفيتوس والفينيرياليز يقدروا يحصل كروس عند 25، لكن ما يحصلش كروس في الجوجوناي اند كولاي. الدياجنوزيس طبعا بيظهر او باخد الاول بالكيس هيستوري والكلينيكال ساينز. السامبل بتاعتي بما ان ده فيهم انواع فينيريال ديزيز فهاخد سيمن، هاخد ستومك كونتنت لو حصل ابورت، لو حصل ابورشن هاخد السمك كونتنت بتاعت الابورتد فيتوس، هاخد من البلاسنتا، هاخد عينة ستول، بس هاخد بالي عينة الستوم لازم اعمل لها ايمالسيفيكيشن، يعني افكها كده اعمل لها ايمالسيفيكيشن واعمل لها فلترينج افلترها عشان اعمل اكسكلوجن لكل الاذر اورجانيزم اللي موجودة في الستول قبل مزرع على السبيسيفيك ميديا الخاصة بالكامبيلوباكتر.
طيب هعمل كالتشرنج على ايه؟ هعمل كالتشرنج على السكيروز اللي احنا قلناها قبل كده، السكيروز ميديا اندر مايكرو ايروفيليك كونديشن. طبعا الفيلم طبعا بيبقى كاركترستيك بالنسبه للكامبيرو، انا بشوف جرام نيجاتيف وبيبقى كيرفد رودز. البايوكيميكال ايدنتيفيكيشن زي ما شفنا في الجدول اللي فات، السيرولوجي زي الاليزا، ممكن استخدم البي سي ار والدي ان اي بروب فور مولكيولار ايدنتيفيكيشن. التريتمنت طبعا بدي انرفلوكسيسين. بالنسبة للبريفنشن والكنترول بعمل فاكسينيشن للبول المين انيمال بالكامبيرو باكتر كوميرشال فاكسين، في فاكسين الكامبيرو باكتر، لان نظرا ان البول ده بيبقى كارير وكمان ان ابارنت ما بيظهرش عليه اعراض. اخد بالي اعمل ابلكيشن لجود هايجينيك ميجرز، بروبر ديسبوزال وديز انفكشن للابورتد فيتوس والبلاسينتا، والبيرسينج بليس المكان اللي بيحصل فيه الولاده.